الكيكار ديال الاصدقاء باش غادي للقهوه غادي نحلوا هذا الباب هذا، غادي تبان لك ديك ختنا راهي طالعه فوق العلامه، حيتاش بحال قلتي هي الشيف ديال هذا الكلين ريبير. هادو راه ماشي تي كلينيو، تي كلينيو تي ريبيريو. الكيكارد كاين عند هاد خونا، هذا ما غاديش نقتلوه، غادي نسخفوه. اسمح لي يا صديقي ولكن خصك تسخف. تايم تو اند ذيس 47. اجي نتا الصوت، غادي نحتاجو اللبسه ديالك ديال بي 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 صوت بي بي بي. جرو جرو حيك عليا من هنا، راه غادي يشوفوك الكاردز. واش اصدقائي، اتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم كيف ما تشوفوا غادي نقصروا هيتمان 3، وهذه هيتمان 3 هي اخر ما غنات ام كلثوم في الهيتمان الاصدقاء. اي نو بلي راه قديمه، ولكن واخا قديمه هذا ما تيعنيش بلي راه ماشي شي حاجه اللي هربانه. anyway الاصدقاء بلا ما نطول عليكم الهضره، ليت ستارت. غادي نديرو اونتري وندوزو في الاوف لين جيم، حيت هو اللي تيهمنا حنا في ستوري مود. anyway الاصدقاء كيف ما قلت لكم هيتمان شي حاجه اللي هربانه، والديستنيشن الاولى اللي عندنا هي دبي. دبي الاصدقاء شي حاجه اللي هربانه، ما كاين غا نطيح هاد السحاب. اوكي ليت ستارت، وغادي نشوف شنو هو الستوري اللي كاين عندنا. خير اصدقائي كيف ما قلت لكم كاين ستوري مود اللي هي في هذا الفيديو هذا. انا عارف الاغلبيه ما غاديش يبغي يتفرج فيه، داكشي علاش غادي نسكيبيه. هادو هما التارجت اللي عندنا، هاد الراجل الشارف وهاد خونا مول النظيرات، غادي خصنا نصفيو عليهم. غادي نوجدو راسنا، اي ثينك ما كاين، ما تيبان ليا ما عندنا ما نوجدو، كاين هذا هو اللي غادي خصنا، هاد الكابل هذا صافي. anyway غادي ندوزو، غندوزو ديريكت، غنديرو بلاي ديريكت. وهادو هما التارجت اللي عندنا الاصدقاء، خصنا نقتلوهم، وهذا هو الهدف ديالنا. المهم راه باين هيتمان اساسا وقاتل ماجور، غادي خصو يصفي على شي وحدين بغض النظر عن السبب اشنو هو اللي دايرين ولا اشنو هو اللي ما دايرينش، حنا ما تيهمناش. حنا المهم عندنا هو اننا خصنا نديرو فيها هذاك الشيء اللي عاطينا وصافي وتنتخلصوا. هادي هي اهم حاجه. Is the inauguration of the scepter and the ceremony is well underway. You will find Marcus Stuyvesant near the building's signature art installation. او التارجت الثاني الاصدقاء، شتي قاع تيتكيف ما على بالوش. سيكيورتي اون هايست اليرت، مستر غراي از اوريدي ان بوزيشن اند ريدي تو اسيست. اني واي دابا حنا غادي نبداو الاصدقاء، هنا بدات عندنا الجيم. شي حاجه اللي ماضيه الاصدقاء بالرجوله، الا ما كنتي الا كنتي جيمر كيف ما قلت لكم وما لعبتيش هذه اللعبه هذه، راه تنقول لك ضيعتي عليك بزاف. الا ما لعبتيش اون جينيرال السيري ديال الهيتمان، راك ضيعتي عليك بزاف اصدقائي. المهم غادي ندوزو من هاد البلاصة هادي، غا خصنا نطلعو الفوق. المهم انا ديجا قصرت هاد الميسيون هادي، وحاولت تاني عاوتاني تنعاودها باش نبارطاجيها معاكم، فهمتي البلان كيفاش. كان بامكاني نسجلو سميتو، ولكن غادي يبدا يكون الفيديو طويل شوية، وما غاديش نعرف البلايص منين ندوز. ضروري غادي تخصك تيوزي الكاميرا هنا باش تحل هاد الباب هذا، هو تسكاني تيحلو داكشي اوتوماتيك، خدام معاك الهاكر الاخر. anyway تتصور ليه اللعيبه تيحل هو الاتاويش. غادي ندوزو دابا، حنا دابا دخلنا للبرج ديال خليفه، وماشي برج خليفه، برج الغزالي. اهم حاجه الاصدقاء كاينه في الهيتمان هي انك تقدر دوز بزاف ديال الطرق، هادشي باش ما تملش منها. ولكن انا غادي نبارطاجي معكم هي طريقه واحده باش ما يكونش عاوتاني بزاف تاع الفيديوهات بدون اي معنى. ما عرفتش اش ندوي هكا، ولكن هانيه. غنديرو اكس ونطلعو حتى حنا، نطلعو مع هاد السلوم هذا، وديك الساعة غادي نشوفو شنو اللي عندنا. عندنا هاد الخامية هادي خصنا ندخلو منها، بيبدل حوايجو دابا، يبدل السوجة ديالو، غيلبس واحد الكومبلي مفرقع. ترى ما كاين غا الهيتمان الأصدقاء من هنا للقدام. غادي نساليو هاد الهيتمان 3 وديك الساعة ندوزو نشوفو إلا كانت خرجت الهيتمان 4 غادي نلعبها في الوقيتة ديالها فاش خرجت، حيتاش هادي جو بونس خرجت في 2019 ولا مارت 2020، يعني لعبة قديمة وأنا يلا تنسجل فيها. السبب باش ما عرفناش السبب، ولكن راه تتبقى من أحسن الألعاب أصدقائي كيف ما قلت لكم. دابا هاد البلاصة هادي جو بونس غيكون فيها شي افتتاح لهاد الغزالي هذا، البيلدين ديال الغزالي. هاد الشيخ هذا هو الغزالي. المهم حنا ما تيهمناش داكشي اللي بيقول، حنا اللي تيهمنا هما التارجيت ديالنا، راه ما كاين واحد لهي وواحد لفوق عاوتاني. وبالطرق، بالنسبه للطرق اللي غادي تدوز بهم، كاين هاد العلامه هنا اللي تعطيوك فوق، هاد العلامه خضراء هي الطريقه باش غادي تدوز. غتجي لهنا غادي دير الجي باش تقرا شويه على الشيخ الغزالي. كاين هنا لانفورميشن سيغ الغزالي، وهنا انفورميشن اي ثينك سيغ البلان ديال تاع البيلدين. anyway هادشي حنا كامل وما تيهمناش. بلاتي
You'll have to work together to hack the system, but it's our best shot. سميتها الصاد قال لك خصك دير واحد البلان باش تهاكي السيستم. هما اصدقاء البلانات اللي قلت لكم كاين هذا وهذا. هما دابا كاينين ثلاثه ديال الطرق باش انك تدوز الميسيون، ولكن حنا غادي نختاروا غير هذه اللي فيها الهاكا تتبان لي شي حاجه اللي ناضيه. اني واي الاصدقاء كيف ما قلت لكم دابا غادي نديروا ليف وغادي نمشيو راهم عطاونا واحد العلامه اخرى، ديك العلامه مساعده فهمتي تعاونك على اللعب باش ما تبقاش عاوتاني تتقلب على البلايص وكذا. غتمشي لديك البلاصه قال لك ذا ستاف اريا، ديك البلاصه اللي تكونوا فيها الموظفين هذيك ديك ستاف اريا. حنا غادي نمشيو صافي غنمشيو لهاد البلاصه دي باش ندخلو. فاش تقول البلاصه اللي فيها الموظفين يعني بلاتي هاد الكود هذا خصنا نحلوه. All right, try this. 4706. قال لك 4706 هذا هو الكود اللي خصنا نديرو. اوكي 4 4 7 0 6. اوكي غنشوف الستاف اريا. صافي تحلات الستاف اريا. دابا غادي ندخلو ونسدو. سد الباب الصاد، سد الباب اللي يشوفك شي واحد. راك دابا هاد البلاصه انت راك محظوره وانت داخل لها بهاد الكومبلي هذا تتبان بحال شي. anyway شتي دابا فاش دخلنا لهاد الستاف اريا كاع الموظفين ما تيعرفوكش انت لابس هاد الكومبلي هذا، غادي يشوفك شي واحد غادي يجبد معاك الصداع. اول حاجه غادي نديرو اصدقائي اننا غادي نهزو هاد الاداه هادي في يدينا، اداه الجريمه. غادي تجي لهاد البلاصه هادي غادي دير شي باش انك تاكتيفي هذا وتجي تخبى فهاد البلاصه او بيجي اول موظف اول ضحيه ديالنا. ولكن صاحبي الجرافيك راه شي حاجه روانه. شوف ملي خدمنا سبيراتور بدا تيبان لك داكشي زعما تيتجار. خويا اسمح لي ولكن راه خصك تموت. هولي شيت صراحه ما بلانش هذا الاصدقاء ما كانش عندنا نقتلوه. جيبو حطو هنا ولكن ماشي مشكل غنحيدو هاد اللعيبه من يدينا. لا خليها حنا ما سوقناش كاع حنا هي تما. غنجيبو الصف الاخر الصف الاخر وناخذ ليه حوايجو. سير الصوت يلا اجي صديقي اجي. لا حتى الصوت ما نقتلوش ما كاينش علاش نقتلوه. حيد هاد اللعيبة ديال الكاميرا ديال الكاميرا غادي تحيد. غادي يعني نديرو ليه ديك اللقطة تاع نخرقوه حتى يتغمى عليه ونخليوه عايش مسكين ما كاين علاش نقتلوه. اوكي دابا غادي نقدرو ناخدو الحوايج ديالو بكل سلاسة. غادي ليه شنو غادي ليه بي وتحطو تا وحدة الصديق الصدوق ديالو. واش هداك راجل ولا مرا؟ لي ميسي معرفتش مرا يقدر، ولكن حنا ما سوقناش واش راجل ولا مرا. حنا غادي ندخلو من هنا. البوليس تيشوفوك يعني عارفينك. حنا ندخلو لهاد الاريا عاوتاني فيها الطباخ تيشوفك عارفك. كان عندنا ناخدو اللباس ديال شي بوليسي ولكن هانية. اي تينك خصني شي كارد باش انني نحل هاديك. هداك راه تيعرفك ولكن خصك تتفاداه تحاول تتفاداه ما امكن. هاد جوجيك ما تعرفوني. لا ما تعرفونيش. What the fuck؟ قال لك اللوكيشن. قال لك خصك نقرا هاد اللعيبة هادي شنو اللي فيها. What the fuck؟ شتي كي دار فيا؟ كان غادي يقدني مع راسي. The new request order. المهم التخربيق هذا ما عندنا ما نديرو به. حنا غادي نمشيو كيف ما قلت لك لهاديك 27. لا 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 سير الصاد سير تيعرفني شيت. اصلا هذاك مشى اللي تنقلبو عليه هذاك بيبقى تابعني مشكله. شيت الصاد بيبقى تابعني. سيرشين فاك الاصدقاء. دابا خصني نشوف كيفاش نتخلص من هذا. مشى بيقولها للبوليس. دابا بقاو سيرشين ما بلانش. خصني نتخبى حتى نرجع ليكم. وات ذا فاك مكانش عندنا نمشيو كاع عند هداك. فاك شكون صاحبي كي داير كان يا نقتلو. صافي مشى حيد فحالو. خصني نمشي من هنا دابا بما انه هاديك غادي قربت تحيد. بلاتي تارجيت كالد معرفتش اش طلع ليا تارجيت كالد بلاتي تحيد. anyway دابا غادي خصنا نمشيو من هنا. داك البوليسي راه هو اللي طالع فوق ديك العلامة مخصوش يشوفني حيتاش الا شافني غادي يشقها عليا. سكاسات ما نمشيش نقتلو زعما كاع انا هو. شنو قصدو؟
كاينين هادوك الصات ما بلانش ما كاينش كيتدار ليه. anyway قال لك خصنا نحلو هاد اللعيبه هادي. صافي راهي تحلات. خديت هذاك اش تيقولوا ليه. What am I doing anyway؟ بغيتي تخرج هي وغنصفيها الحبو باش ناخد حوايجو حيتاش ضروري الصاط. هذا ما معاش اللعب. او نايس صاتي صاحبي كانت في الصميم. نجيو ليه بي بي. صراحة ما كنتش باغي نقتلو ولكن صاحبي هذه الطريقة الوحيدة المثلى. جي غادي ترمي حبو عرفتي بالنطيحة السحاب بيوصل بيتشتت غيبقى فيه باقي ما يتجمع. غدير اف السلاح ديالو ولكن نورمالمون هادي اللي خصني نحل. فين هي الكاميرا؟ عطوني كاميرتي يا صاحبي. هادي اللي نورمالمون خصها تحل. اوكي غدير اكس بحال هكا وغادي تخرج بكل سلاسة. اكس اخرى وستتجه الى البلاصة الثانية. دابا نورمالمون حنا اصدقاء عرفتي فين غاديين؟ غاديين لواحد الغرفة اللي فيها الهاك. بلا نهاكي واحد السيرفر. Asked to a meeting, thinking they'll be told of new developments, I suspect they jump at the chance. خصنا نهاكي واحد السيرفر باش اننا نبرمجوا لواحد الميتين في هاد البلاصه ديال طلعت دابا في الشاشه راهي طلعت الفوق الى رديتو لها البال. واحد الايرجنس ميتين زعما يكون واحد الميتين بالزربه بين واحد الجوج اللي تارغيت اللي كاينين عندنا اصلا وغادي نقدروا نتخلصوا منهم ديك الساعات. اكس جامب تو ذا اذر سايد. دوز اصاحبي طلع دوز زخل ايتمان راك كاين باش تعجبك الصطعه الثانيه ايتمان فهاد البلان غير غير هاد البلان ديال الهاك تتهاكي هاد البلان هذا نقلوه من داك واتش دوغ يقدر شي حاجه بحال هكا واتش دوغ ولا واتش دوغ هذاك راه هو تيشوف كاين اي ثينك شي كاميرا هنا شتي راهي طالعه العلامه ديالها فين هي الكاميرا فين هي هي فوق الباب خونا راه هو ما دام جاب غادي نحاولوا هاد البلاصه الخضراء ما توصلناش حتى شي اللي شاده الاريا ديال الكاميرا. ندخلوا هنا ببطء متارقه بما انه كاينه متارقه اذا غادي خصنا نتخلصوا من هاد عامل النظافه. ما سمعوا حد ياك ورا ما قتلتوش الاصدقاء راه خليته حي غير دوختو فهمتي ديك اللقطه تاع اغمى عليه. نديرو بي بي عطا الله فين تخبي تخبي في هاد الخزانه هادي. دونك اسمح لنا صديقي اسمح لنا ما كناش باغيين ولكن خصنا واحد التارجيت نقادوه مع راسو. غادي ناخذ هذا المفتاح العجيب والغريب اللي ما عرفناش لاش تيليق ولكن يقدر ينفعنا من بعد في شي باب غادي يكون مسدود. اوكي اصدقاء هادي هي لاصال ديال تاع السيرفرات اللي غادي خصنا نهاكيو. غادي نديرو جي غادي تشوف بلي انه التيرمينال لوكت يعني هذا الحبس مسدود. قالك بينا نوجدو لواحد الفيك ميتين. But I think you need to pull one of the racks here to gain access to the terminal. المهم قال لك غادي خصنا ناخذ واحد اللعيبه بلاتي قال لك اكتيف ذا مانيوال. المهم هذا هو السيرفر اللي مكتوب عليه عمر غادي نديرو له دي جي شيت هير وي جو اجين. قال لك خصك تخبى هايد 47 السكيورتي از اون هيرز واي. المهم اصدقاء دابا خصنا نتخباو حيت السكيورتي بيتمو جايين وبيقلبوا هاد البلاصه هادي شكون اللي كاين فيها ولكن لن يجدونني لانني اسمي الهيتمان القاتل الماجور 47. يعني هو يخليها هو تما كيبقى هاهما جوج الصات كاس يقلب. فراس كنقدر نصفي على الحبهم بجوج ولكن ما بيش ندير هاد اللعب. ايتي جايز ام سيك تو كام. قال لي انا مرتب هاد المجيل اللي هنا لهاد البلاصة هادي ما حماش باقي يجي. اوكي قال لي اسمح لي الصديق على هذاك الشيء. ليتس تراي اجان شيربي اي ثينك اي غوت ات ويل نيد ا كي كارد تو جين اكسس. سميتي اش قال ليه؟ قال ليه خصنا واحد الكي كارد. الكي كارد الاصدقاء باش غادي نلقاوها غادي نحلوا هذا الباب هذا
غادي تبان لك ديك خطنا راهي طالعه فوق العلامه، حيت بحال قلتي هي الشيف ديال هاد الكلين ريبير. هادو راه ماشي تي كلينيو، تي كلينيو تي ريبيريو. الكي كارد كاين عند هاد خونا، هذا ما غاديش نقتلوه، غادي نسخفوه. اسمح لي يا صديقي ولكن خصك تسخف، حتى تلقى راسك مني تفيق غتلقى راسك فهاد غتلقى راسك فهاد اش يقولوا ليه فهاد الخزانه هادي. جي تو دومب، غنحطو هنا ونخليوه. هذا هو اللي عنده الكي كارد، ديرو اف. نمشيو دابا للبلاصه اللي كنا فيها اللي هي السيرفر روم، البلاصه ديال اي لاف يو تو. قالت لي اي لاف يو تو، كانت تهضر مع البوي فريند ديالها. anyway حنا غادي نجيو لهاد البلاصه هادي وغادي نديرو جيل لا كارت. واحد القضيه الاصدقاء، الا جيتي تبدا تجرب نورمالمون خصك تحيد واحد من هادو، والواحد الوحيد اللي تقدر تحيدو هو داك اللي كاين في هاد القنت هذا اللي هنا، حيت الاخرين فاش تحيدهم تيجيو الكارت. غدير شي شتي الاصدقاء، الا جيتي تحل هذا ولا الاخر غادي يجيو الكارت. anyway دابا شتي مابقاتش ديك لوكت، مابقاش هاد الحبس مسدود، غادي نقدرو دابا ندخلو. بريبار زعما هاديك غادي، انا غادي دير الميتين، انا غادي توجد الميتين. اوبن ايفيراتور زعما هاديك اللي بيتحل، كيكون عندك بزاف ديال الامكانيات. المهم حنا غادي نديرو غير هادي ديال نوجدو الميتين. ميتين تايم ابديت. دابا شتي قالك دوك جوج ديال لي بارتنر غيمشيو لديك الغرفة. المهم ديك البرايفت كونفرسيشن حنا خصنا نمشيو نسبقوهم ليها، نسبقوهم لديك البلاصة لا نتلاقاو معاهم تماك. المهم حنا ما سوقناش. اها قال ليه تايم تو اند ذيس 47. اجي نتا الصوت، غادي نحتاجو اللبسة ديالك. دير بي 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 صوت بي بي بي. جرو جرو حيك عليا من هنا، راه غادي يشوفوك الكاردز. غتصدق شي طيبة شي محروقة. اوبن ذيس دور، ناخذوا الملابس ديالك صديقي حيتاش غادي نحتاجهم في هذه المهمه. راه ما قتلتكش، تعاملت معك. يلا جا حدك انا حتى انت. anyway دابا غادي خصنا نمشيو ناخذوا السلاح ديالنا، هو اهم حاجه السلاح المهم. قلت لي اف، ودابا غادي تتحرك تمشي ديريكت للميتين بليس باش انك تصفي على دوك الجوج وغادي تخرج. السلاح ديالنا هو الاكال الاصدقاء، هذاك عارفني يا صديقي. يعني غادي ندوزو من هنا، ما نمشيش ندوز من قدام حيتاش غدوز من قدام غيقول لك الشارع فين غادي، ويولي تيدوز معاك في المسائلات القانونيه والغير القانونيه. قال لك غادي خصك تطلع للفوق. ماك صاحبي معاك بشي دابز. anyway غادي نطلعو للفوق. شو اصدقاء هاد البلاصه راه هربانه، راه هربانه بكل ما لها هذه الكلمه من معنى. شو صاحبي كي تتبان الدوبه يا صاحبي، راه الفلوس فيها كالروز. خلا هذاك فلوس غامش تشتا كالروز. هو التارجيت ديالنا الاصدقاء، ادخل عند حبهم وسوف تقوم بانجاز المهمه على اتم وجه. عرفتي شنو اللي خصنا نديرو دابا الاصدقاء؟ خصنا ننزلو لهم هاد الفلور، هاد ماشي الفلور. قالك شد بي ويت، شي خونا راه تيشوفنا راه غيعرفني. لا شي تخرج هذاك غير غيخرج وغنسد نزل الريدويات. قال لك دابا راه لا لا نزل نزل السطح شو ما تدير هكا وانت قدامهم. يوز ات تو ستارت ذا شو، جي جي باش نستارتيو الشو. اف وقف وقف الصوت، وقف وقف ما تبقاش قاعد. ناس صديقي اسمح ليا، فين غادي فين غادي؟ انا هو غادي سهل هادي. قال لنا عيطوا على السيكيورتي. سمح لي يا صديقي ولكن نتوما راه كان خصكم تموتوا حيتاش الناس خلصونا. anyway دابا غادي نمشيو ونربطو هذا حتى بلاصتو، حيت اصلا ما كاينش فين غتخبيه جو بونس. انا فهمتي كاين كاين البلاصه فين تخبيه ضروري. تحط الاول هنا، غتجيب الثاني تا هو تحطو فوقه، وديك الساعات ما يلقاوهمش بالزربه. اجي صديقي اسمح لنا على هاد الفعلة الخبيثة اللي درنا ليك، ولكن راه يو شود داي. اي بالله. anyway غنحطو حتى واحد صديقو.
جوج ديال لي تارغيت تخلصنا منهم باسهل طريقه ممكنه، ودابا غادي نخرجوا في حالنا. باش غادي تخرج غادي خصك تعاوتاني تحل هاد الريدويات هادو دير جي. ودابا غنمشيو ليكزيت الاصدقاء، اقرب اكزيت راهو تيبان 47 متر تقريبا، وغادي يكون سالا الفيديو ديالنا هنا اي ثينك. باش غادي نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، باش نشوفو بعدا كيفاش بغينا نهربو. كاين شي واحد هنا تعرفني؟ لا ما كاينش. كلين اند ريبير اول اكزيت ديالنا الاصدقاء. شو ما شنو هادشي كاين هنا لتحت؟ ما عرفتش، حنا ما سوقناش. بلاتي anyway دير ليكزيت، دير ليكزيت، دير ليكزيت الصوت وهرب. anyway الاصدقاء حتى لهنا غيكون سالا الفيديو ديالنا. الى عجبك ما تنساش دير فولو وسبسكرايب، وراك التخربيق كامل تعرف دير. ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله اصدقاء. تهلاو ليا فراسكم وغود باي.